تتجذر ثقافة الأسلحة في المجتمع الأمريكي، فالحق في امتلاك السلاح وإطلاق النار أمر يحميه التعديل الثاني من الدستور الأمريكي. نجد اليوم أن ثلث الأسر الأمريكية تمتلك سلاحاً، ليتراوح مجموع الأسلحة في البلاد بين 270 مليوناً و 310 ملايين، أي بمعدل سلاح لكل شخص، وهذا رقم قياسي عالمي. عام 2012 قتل 8900 شخص بطلقة نارية مع إحصاء 15000 جريمة في العام عينه، وتأتي عمليات إطلاق النار المتكررة في الأماكن العامة لتغرق البلاد في الحداد، ما يعيد تحريك النقاش حول قوانين الأسلحة. تجدر الإشارة إلى أن كل ولاية اليوم تضع تشريعها المتعلق بالأسلحة، لكن ذلك لا يطال سوى تجار الأسلحة، وبذلك فإن 40% من الصفقات، أي المبيع الفردي، غير منظم. وفشلت محاولة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بفرض حظر على مبيع الأسلحة النارية وتعزيز تدابير التحقق من خلفيات الشاري، فلوبي الأسلحة الأمريكي يعارض بشدة الأمر، متحصناً ولا ريب بحق امتلاك السلاح الذي ينص عليه الدستور.